لم يستطع الموفد القطري جاسم الثاني تحضير أرضية مشتركة بين الأحزاب المؤثرة على الاستحقاق الرئاسي اللبناني حتى اللحظة، فبقي المشهد مبعثراً، وعليه فإن القطري التقط أنفاسه وخفت حماسته وتريث في استكمال حراكه السياسي. وذكرت مصادر قيادية القطري حريص على ألا يلقى مسعاه مصير المبادرة الفرنسية، فخصص زياراته وحصرها بالأحزاب الأساسية المؤثرة، إلا أنه لم ينجح حتى اللحظة في إحداث أي خرق إيجابي. وقالت مصادر قيادية باسيل يتوهم بأن فيتو الثنائي الشيعي على جوزيف عون بحجم الفيتو الذي يضعه هو عليه، ولكنه مخطئ وسيخسر في رهانه نهاية المطاف. الثقة معدومة بميشيل عون وجبران باسيل والجميع بمن فيهم المملكة العربية السعودية.